مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج ضد التيار. بلا شك أنكم تابعتوا النقاش الدائر مؤخرا بخصوص الشخصية العمومية والحرية الفردية، وذلك على ضوء الصور المتداولة والمنسوبة للبرلمانية أمينة ماء العينين. هذه الأخيرة خرجت لتقول بأنه يتم استهدافها لكونها امرأة تمارس السياسة، وأن المرأة في المغرب السعيد لا يمكن لها أن تمارس السياسة بحرية، وأنها والواقع أنها هي مرة ما دارت والو زعما باش تحارب، ما هيش مثلا أنجيلا ميركل ولا هي مارغريت تاتشر ولا حتى بنزيل بلوتو باش تحس بأنها تحارب لكونها امرأة سياسية. شي مبالغ فيه بصراحة. وهي حتى ربما الانجاز ديالها انها مثلا تترأس شي مره للبرلمان وكدير فيها هذيك الاستاذيه، او انها كتخرج بشي خرجه اعلاميه بشي تصريحات عاديه وشي تدوينات على الفيسبوك. هذه زعما الانجازات والسلام، ورحنا مخلصين على واحد 8 مليون، زيد عليها الحوافز والتنقلات والسفريات وكثر المنضات، وتقدر توصل حتى 12 مليون في الشهر وبيس. فعلاش هي بسلام مستهدفه؟ ها علاش 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 هي ما كانش هذيك الصور حقيقيه؟ علاش مستهدفه؟ والسيدة الملتحفة بملحف ديال الإسلاموية ديال بي جي دي لم تنفي بشكل مباشر بأن الصورة المتداولة لها أو المنسوبة لها بدون حجاب بأن راه ماشي ديالها، بل خرجت بتدوينة فيسبوكية فيها كثير من التلاعب بالكلمات والألفاظ. ما تنساوش راه هي في الأصل أستاذة الفلسفة، ومشي أي فلسفة، فلسفة ديال السفسطائية. ثم إن فايت خرجت في فيديو يعني تدافع فيه على حرية الأفراد، وكما أنها طلبت مؤخرا بإلغاء محرم على النساء في الحج. كل واحد يدير اللي بغى، بغاو الناس ياكلوا رمضان في ديورهم ياكلوا رمضان، بغاو الناس يديروا اللي بغاو في فضائهم الخاص يديروا اللي بغاو. لا أحد يملك حق ممارسة الرقابة أو يدير محاكم تفتيش على قناعات الناس وعلى حياتهم الخاصة. سارة حتشوف تتعي ما تعرفش واش هي ولا ماشي هي. شبالك؟ انا جاتني ماشي توقلا هي. الله ما هي معرفش ايه مثلنا النقاش ترى الناس قاطعوا الدربي بالرجول. اخوتي الصحافة احنا مع الرجاء العالمي كانت ديباسا وفيما بغيتي، وديما خضرة وديما راجع ويداد ديما راجع ويداد ديما راجع ويداد. واو واو صبر صبر صبر، يلا عاد قلنا اتفقتوا على كلمة واحدة ويداد. لانه ولأول مرة ألتراس الرجاء والوداد اتفقوا على كلمة واحدة، وأنهم غيقاطعوا الدربي في مراكش، والسبب أنه طلع لهم الدم العشوائية اللي كتعرفها تسير ديال هذا الدربي هذا. فخرجوا ببيان كيقولوا فيه علاش طلع لهم الدم، لأن هذا تدبير شأن رياضي ولا فيه الارتجال والتخبط واتخاذ قرارات عشوائية، وزائد أنه طلع لهم الدم من هالترحال ديال الدربي من مدينة لمدينة بحال الله راه هو سيرك ولا شي مهرجان موسيقي. ضحكتني هذه قضية السيرك. غضب الألتراس ايضا كيتمثل في سبب في الاغلاق ديال مركب محمد الخامس اللي تيقولوا بان كدور فيه اصلاحات وبزاف الاموال كتصرف، ومع ذلك ما شفنا اصلاحات وباقي مسدود لحد الان. الألتراس براسهم كيتسائلوا فين هي الفلوس ديال هذه الاصلاحات. خبر على الهامش، خبر على الهامش. وعلى ذيك الشباب، واحد الشبيب ديال الاتحاد الاشتراكي وقلع عاد فقط منسوبات عميق كانت فيه، وقررت انها غادي تمشي وتزور القبر ديال عبد الرحيم بوعبيد. فهل يا ترى لأخذ بركاته قصدبت الروح في الحزب الزومبي يعني الحي الميت، أم للبكاء عند قبره على ما ضاع له من إرث؟ لا لا ماشي إرث ديال بوعبيد، ولكن إرث ديال المال والجاه الحالي. أم يا ترى لأنه أصلا عندي فقرة على الهامش. عدنا وباقي ندوين على الأحزاب السياسية، واحد البام شفنا باقي ما بغى يفك حريرته، والمشكل أنه باقى الصراعات والانقسامات داخل هذا الحزب هذا كتزيد، والكثيرون منهم يحملون المسؤولية للأمين العام للحزب حكيم بن شماش. عصام ماشي هاد الصورة الأخرى عاوتاني وراك تغطوا ليا. أوكي المهم هما تيحملوا المسؤولية، تيقولوا بأنه هو سبب ديال المشاكل في الحزب، هما قالوا ماشي حنا، هما اللي قالوا هما باقي متهمينه بأنه يمارس الدكتاتورية داخل الحزب، ماشي غير داخل الحزب وإنما حتى في مجلس المستشارين اللي كيترأسوا، لأنه مؤخرا كما تداولت يعني المنابر الإعلامية قام بتعيين 20 فرد في 20 منصب اللي كاين في مجلس المستشارين بطريقة
يقال بانها غامضه لانه ما قامش يعني بنشر النتائج ديال التوظيف على غرار نظيره في مجلس النواب الحبيب مالكي، وربما نحن ما زلنا في انتظار نشر هذه النتائج باش نعرف واش بصح هاد العشرين توظفوا بطريقه عاديه ولا بطريقه غير عاديه. كان واحد صراع غريب عجيب بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التعليم أمزازي بخصوص واحد المديرة في الوزارة. كيفاش؟ الوزير أمزازي كان أعفى هاد السيدة اللي سميتها جميلة العماري من المنصب ديالها كمديرة للموارد البشرية في الوزارة، ولكن باش يتفعل هاد القرار الإعفاء لابد من رئيس الحكومة أنه يوقع عليه. السيد رئيس الحكومة رافض أنه يوقع على هذا المرسوم الإعفاء. علاش؟ لأن السيدة هي من البي جي دي، بحال ديك القضية ديال غتخرج من الوزارة ولكن صبعي بقى تم، عرفتي مسمرجحة، فما تفهمش هاد الصراع هذا. علاش؟ ما تفهموش واش لعب الدراري ولا كيفاش، ما تعرفش. لا خويا هادشي راه يمكنش. شنو هو راه يمكن؟ راه ضربتو. ورا قتلتو. ورا قتلتو. وغتبقى هنا. وقتلتو. قتلتو. في تعليقات اليوم غتكون على حدث خروج القطار عن السكة ديالو، اختاري هنا مجموعة ديال تعاليق الناس على هذا الحدث في الحرف 100 ديال لونسيف. الناس علقوا بزاف على كلمة في الصباح الباكر وعلى المناورات. واحد فيهم قال: في الصباح الباكر سلس علي التران عن سيف رغم أنني وصلت في التوقيت تماما، وذات مرة زاد علي في التصعير فجأة وتركني مجلوق في إحدى المدن، وذات مرة تركني أنتظر لساعات، وذات مرة قتلني وهو ممسوقش. تعليق آخر يقول فيه: في الصباح الباكر استيقظت جدتي وأخبرتني أن القطار خرج عن سكته، لذلك سأصدق جدتي ولن أصدقكم أنتم. قالك زوينة عبارة الصباح الباكر، هذا دليل على أن معيار الوقت غير محدد لدى مكتبكم. عضو أقبح من زلة، راه هادشي باين راجع للبنية التحتية المهترئة والموروثة على الاستعمار. واضح انه كاين شبه اجماع بين المغاربه على ان لونسيف ما كتحترمناش لا كزبائن ولا كمواطنين ولا حتى بشر. وربما لو كنا كننظموا شي جائزه شي مسابقات جائزه أسوأ سيرفيس في المغرب كانت هي غتديها وتقسمها وقال حتى شركه الاتصال ثلاثه باش نكونوا واضحين. المهم وصلنا لنهايه الحلقه الاولى من الموسم الثاني للبرنامج. اذا كانت عندكم اي اقتراحات او استفسارات او ملاحظات او ربما اي لعيبه كيف كيفما بغات تكون خليوها لنا في لي كومونتير ولا راسلونا ولا دخلوا الفيسبوك وتكلموا معنا. المهم تفاعلوا معنا وسلام.